السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو سنحل التمرين الثاني، والذي يقول Write a program which asks the user to enter two numbers and prints the sum and the average. يعني اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال قيمتين وسيطبع المجموع والaverage. اثنين مدخلات تباعة المجموع وتباعة الأفريج، وذكر أن الأفريج يتمثل في حساب المجموع وقسمته على 2. لحل التمرين سأبدأ بتعريف 2 متغيرات int a b، بإمكاني أن أعرف المتغيرين في سطر واحد. سأطلب من المستخدم إدخال قيمتين، enter two numbers سين، بإمكاني أن أدخل القيمتين في سطر واحد بهذه الطريقة. سأعرف متغير int sum تساوي قيمة الـ a plus b المجموع، وسأعرف الـ average int، أو حيكون float أفضل، float average لأن القسمة يمكن أن تكون float. هذا حيكون يساوي المجموع السام divided by 2.0. ثم أطبع see out the sum is sum، عودة إلى الصدر، see out the average is نقطتين average وطبق هذا البرنامج build run enter two numbers 10.20، المجموع هو 30 والإفريج 15.